كان عندنا مباراة بقى، ندخل بقى في الرياضة بقى في الأحداث شوية داخل نادي الزمالك. كان عندنا مباراة طبعا لبنات كرة اليد من شوية أمام النادي الأهلي، وللأسف الفريق خسر فرق 4 بنتيجة 26-22، رغم إن هما كانوا مخلصين الشوط الأول متقدمين فرق هدف أو 2. يعني الحقيقة البنات عملوا مباراة قوية جدا. الحقيقة إن الماتش هو مباراة خلاص أنت ضمنت وصولك لدور الأربعة بالتأكيد، ولكن إن ضمنت طبعا تأهلك للمرحلة النهائية واللي هتكون بنظام دورتين مجمعتين. أنا دايما بقول إن فريق سيدات الزمالك بيقدموا كل حاجة ممكن تتقدم في ظل إن الإمكانيات اللي بتتوفر لهم مش أقوى إمكانيات على الإطلاق، وده من ساعة ما تم تكوينهم. خلينا نتكلم عن من ساعة ما تم تكوينهم في 2020 شوية. لا يعني الإمكانيات اللي بتتوفر لهم يعني مش معاهم محترفة، عقودهم مش أقوى عقود على الإطلاق. خليني أقول اللي ليهم يعني علشان برضو إيه تبقى الناس فاهمة. تقريبا يعني معظمهم ولاد النادي، نادرا لما هتلاقي صفقة ولا اتنين بيجوا من بره. مستحملين كل الظروف زي فرق النادي بقى، هنيجي للحته دي هنقول زي فرق النادي كلها مستحملين كل الظروف. زي ما بقول كل الامكانيات على كل المستويات شويه اللي بتتوفر للفرقه دي مش اقوى حاجه على الاطلاق، وده من ساعه ما تم تكوينهم في 2020. يعني يمكن انا مش بتكلم عن 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 سابق وقادم وحاضر لا لا، انا بتكلم عموما طول عمر فريق الهاندبول بنات مش بيتوفر لهم يعني اقوى حاجه على الاطلاق في الامكانيات. العكس الناحيه الثانيه بتقابل فرقه عندها عقود قويه، عندها هي جاره العاده على كده، وان شاء الله نقدر نغير العاده والامكانيات دي باذن الله يعني. ولكن انا بكلمك عن الحالي او اللي الاداره جت لقته، يعني ان هم الناحية التانية في محترفة، في عقود مختلفة، في إمكانيات مختلفة، في حاجات كثيرة جدا مختلفة. الإدارة دلوقتي بتحاول توفر لهم على قد ما تقدر إنه يعني في منتصف السيزن كده إن هو تبقى الدنيا أحسن لحد ما يتم إن شاء الله، إن شاء الله الدنيا تختلف بما يليق بيهم ويليق بإصرارهم وبقد ايه هم رجاله ومستحملين ظروف النادي. عمرهم ما اشتكوا، عمرهم ما اتكلموا، عمرهم ما اعترضوا، قافلين على نفسهم دايما، بيلعبوا وخلاص، ما بيتكلموش، ما تحسش بيهم، في حالهم جدا، بيعملوا نتائج محترمه من ساعه ما تم تكوينهم. عمرهم ما غابوا عن دور الاربعه لا في الدوري ولا في الكاس. يمكن السنه دي خرجوا من كاس مصر للاسف، ولكن في العادي البنات دي كل سنة موجودين في دور الأربعة في الدوري والكاس. أنا يعني ومثلا كان طول الوقت ساعات كانوا بيتعادلوا مع الأهلي، ساعات مثلا مش عارفة إيه، لكن هو برضو كانت العادة. يعني أنا الفريق ده بحب إصراره، نتائجهم كويسة يعني مرة ولا اتنين لما خسروا من المنافس بنتيجة كبيرة، لكن في العادي نتائجهم كويس في ظل فارق الامكانيات الكبير يعني. ولكن عندهم اصرار، عندهم تحدي. مباراه السيزون اللي فات عشان ابقى بدي كل الناس حقها، اتعادلوا مع الاهلي على فكره السيزون ده، خسروا المباراه اللي كانت على ارضنا فرق 3 وخسروا المباراه دي فرق 4. هو في العاده يعني كان النتائج بتبقى 10 15 حاجات شبه كده، ده في عصور سابقه يعني. لكن هم الحقيقه هم حصل لهم كده يمكن مره ولا اتنين، لكن في العادي نتائجهم كويسه امام المنافس اللي قلت فارق الامكانيات كبير. السيزون ده المباراتين عشان ما حدش بس يقول لي هو الخساره يعني بيتقال عليها كويس، ما بيتقالش عليها كويس يا فندم، بس منتهى البساطه لما تبقى ماشي على الطريق الصحيح وبتنزل وتلعب. على فكره احنا بناتنا النهارده نازلين عندهم اصابات كتير جدا، يعني في ناس كانت غايبه، في فارق خبرات بينك وبين المنافس، في فارق امكانيات، عندك اصابات كتيره جدا النهارده، عندك اصابات كتيره جدا مش موجوده النهارده معاك. فكون انك تعمل مباراه كده مش بقول انه عشان بس الناس ما تقوليش، مش بقول انه المفروض يعني نبقى طايرين من الفرح ولا لا، بس بقول ان البنات دي ماشيين على التراك الصحيح،
البنات دي بيحاولوا بأقل الإمكانيات وفارق الإمكانيات الكبير بينهم وبين المنافس إن هم يعملوا حاجة محترمة. فأنا يعني بقول لهم إن إحنا لسه مستنيين منكم أكتر وأكتر بإذن الله في المباريات اللي هي في الدورات المجمعة. إحنا ناقصنا النهاردة سهيلة خالد، معلش يا جماعة، سهيلة خالد وسارة يحيى، يمنى مصطفى، ياسمين صلاح. طبعا انت بتتكلم يعني على ما بين خط خلفي ودايره يعني بتتكلم على تقل. سهيله خالد دي احد نجوم الفرقه، هي ويمنى مصطفى وياسمين صلاح وساره يحيى. انت بتلعب النهارده لعيبه منتخب اصلا، فانت بتلعب النهارده بدون يعني احد اهم القوه الضربه عندك. فالنهارده عشان تلعب وتحارب بالشكل ده والبنات دي تحارب وتقاتل بالشكل ده، انا بشكرهم على الاداء ومستنيه منهم اكتر. بس بجد هم طول الوقت البنات دي ما بيوفروش اي جهد بجد، برغم زي ما قلت فارق الامكانيات الكبير بيننا وبين المنافس، خاصه في كره اليد للسيدات.